متابعة لهذا الشأن معي من القاهرة الباحث في الشؤون الإيرانية الأستاذ علي عاطف. أهلا بك أستاذ علي مجددا معنا إلى هذه النشرة. إذا أستاذ علي، إيران ومجددا ترفع سقف ونبرة تصريحاتها التصعيدية، كيف يجب لنا أن نقرأ ما صرح به الرئيس الإيراني اليوم حول ما وصفه بالحرب المحتملة ضد بلاده إن وقعت فستكون أما للحروب في المنطقة؟ نعم، أهلا بحضرتك. أهلاً. يعني تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني حول الحروب والحرب مع إيران يعني تدل أن إيران تشعر وتدرك جيدا أن خطر الحرب لا يزال قائما من القوات الأمريكية والحلفاء في كوتبا، تشعر جيدا وتدرك أن الخيار الحرب لا يزال مطروحا على الساحة. كما ان هناك امر اخر يعني يمكن ان نقرأه من خلال هذه التصريحات الايرانيه، وهو ان العقوبات الامريكيه والغربيه يعني اثرت تاثيرا كبيرا في الداخل الايراني. نعم. ولذلك فهي تطلق تصريحات، نعم هي تدرك تصريحات تدل حقيقه على اثر العقوبات الامريكيه على الاقتصاد والداخل الايراني. كما ان من ناحيه اخرى هذه التصريحات يعني تلعبها جيدا القيادة الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين يلعبون جيدا من حيث تناقض التصريحات وتضاربها. هو مسألة وقت فقط، يعني هم يريدون اللعب على وتر الوقت من وقت لآخر في انتظار الانتخابات الأمريكية القادمة عام 2020. ولذلك هم يحاولون يعني كسب المزيد من الوقت حسب ما يعتقدون فيما أنه يمكن أن يأتي رئيس آخر بديل للرئيس الأمريكي الحالي ترامب. ولذلك فهو يعني اولا واخيرا تدل على ادراك الايرانيين جيدا بان خيار الحرب لا يزال مطروحا على الساحه ضد النظام الايراني. وفي هذا الاطار يعني هذا الربط الذي قدمه الرئيس الروحاني اليوم خلال تصريحاته ما بين القرارات التي من الممكن ان تتخذها بلاده في الفتره اللاحقه وعلى اساسها تفرض اما حاله السلم او الحرب، كيف يفهم؟ هل تريد طهران للترويج لنفسها على انها صاحبه الكلمه الفصل في المنطقه؟ لا، إيران بالتأكيد هي فقط يعني تريد أن تنشر يعني حالة الخوف من إمكان اندلاع حرب في المنطقة فقط لصالح بقاء النظام الإيراني. ولكن بالتأكيد يعني إذا تم يعني إذا وقعت حالة حرب بالتأكيد سيكون نتيجها محسوبة من قبل جميع الأطراف، يعني بالتأكيد ربما ستكون ضربات مركزة تجاه بعض المنشآت الإيرانية الحساسة، ضربات مركزة للغاية ويعني معلوم ومحسوب نتائجها جيدا. نعم. إذا كما أسلفت أستاذ علي، يعني خيار الحرب رغم أنه ما زال مطروحا، لكن من وحي تصريحات روحاني، نعم، يعني هنا أركز تحديدا فيما يتعلق بمسألة الحوار التي تطرقت إليها، هذا الحوار مشروط برفع العقوبات الأمريكية أولا، هل نلتمس توددا إيرانيا هنا وطلبا مستحدثا وإن كان بشكل غير مباشر من الرئاسة الإيرانية بشكل مباشر لدفع باتجاه الحوار على عكس الصورة الاستعراضية التي تود إيصالها طهران؟ بالتأكيد يعني الإيرانيين يهدفون بشكل أساسي إلى يعني الحد من العقوبات التي أثرت بشكل كبير جدا جدا على الداخل الإيراني وعلى الاقتصاد الإيراني. الشعب الإيراني من جانبه أصبح يعني في حالة أزمة يومية يعيشها المواطن الإيراني بسبب هذه العقوبات، ولذلك فالنظام الإيراني يخشى كثيرا من انفجار الأوضاع الداخلية في إيران جراء هذه العقوبات الغربية. نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشؤون الإيرانية الأستاذ علي عاطف، حدثنا مباشرة من القاهرة.